الصراحه كاين واحد شويه ديال الستريس لان جالسين على الاعصاب ديالنا. الدراري المنتخب تبارك الله عليهم لاعبين مزيان، دونك كتشوف غير من الباس ديالهم، المحاولات ديالهم، كاين محاولات كثيره مقارنه مع المنتخب ديال سيراليون، وكنتمنوا لهم ان شاء الله انهم يحققوا هذا، يخرجوا بها من هذا الماتش هذا، يخرجوا بواحد النتيجه اللي هي مرضيه لينا حنا والمغاربه كاملين ان شاء الله. كانت على الاعصاب لان كانت الكره في الجهه ديال 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 المنتخب المغربي، وصراحه الله كنحسوا بشي حاجه في القلب ديالنا كضرنا الى ديك الكره قربت غير الكور ديال المنتخب. كنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق ويطلعوا ان شاء الله لماله. شفنا اليوم مباراه، شفنا في الشوط الاول شحال من فرصه تزكلات، شحال من فرصه صراحه هذا الماتش تيلعب على المساحات، اللي خلا شي مساحه راه غتمارك عليه البيت. وكما شفنا بونو بعض المرات تيبي يلعب معنا شي شويه تيبي يقلعنا، ولكن الحمد لله راه درنا فرص حتى حنا زوينين. كنتمناو يكون خير ان شاء الله وديما مغرب. كان على الاعصاب راه كما عاشوا كل شيء، راه بقينا شادين الاعصاب ديالنا في شي محاولات كيزقلوا. نتمنى الله تيسير في الشوط الثاني ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله. الشوط الاول كما كتشوفوا كان واحد كيبان واحد الكيليبر ما بين الفريقين، واحد كيزيد الاخر. كانت محاولات من عند المنتخب الوطني المغربي وايضا المنتخب ديال اسبانيا، كان واحد المحاولات زوينه بالنسبه للمنتخب المغربي وايضا بالنسبه للمنتخب الاسباني. وكنتمناو الفوز في الشوط الثاني، يتدرس الخطه مع الكوتش ديالنا سي وليد الركراكي، ونتمناو الفوز ان شاء الله. Je voudrais des applaudissements pour tous les directeurs, les personnels, les enfants.